بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هذا هو الدرس الثاني في اقتصاديات الموارد والبيئة. كنت قد قدمت الدرس الأول وقد شمل موضوعات بسيطة، أساسيات الموارد والبيئة، وما هي خطورة عدم الانتباه للموارد والبيئة من ناحية وجود الإنسان كإنسان على وجه البسيطة. فنكمل على بركة الله هذا المساق بواسطة مقاطع بسيطة قصيرة لا تتجاوز 15 دقيقة إن شاء الله، وعلى بركة الله نبدأ. أذكر إن شاء الله بأول المبادئ التي لابد من دراستها، اللي هو رأس المال. لكن أشكال رأس المال حسب التعريف الاقتصادي الذي يتنبه له علماء اقتصاد البيئة والموارد، هناك 3 أشكال. أول شكل رأس المال المادي (human capital) تعريفه كما يلي: هو المخزون المتجدد من الأفراد الذين يحملون ماذا؟ العقل والمعرفة والعلم، وهم الذين يوظفون هذه الطاقات غير الملموسة في الابتكار والتدريب وتطوير تقنية الإنتاج وجعل عمليات الإنتاج ناجعة efficient قدر المستطاع. هذا هو الشكل الأول. أما الشكل الثاني فهو رأس المال المادي (material capital). هو تعريفه كما يلي: هو مجموع المعدات والأجهزة والأدوات الفنية والبنية التحتية بما فيها المستشفيات والجامعات والمدارس والشوارع السريعة والمطارات والموانئ ومثلها المتوافر في اقتصاد ما، ويغدو الاقتصاد من غيرها متأخرا وفقيرا. فرأس المال البشري أولا، رأس المال المادي. لكن هناك رأس مال طبيعي، رأس المال الطبيعي natural capital، وهو من أخطر، ويعني هو الملازم للإنسان. ربما يكون الاقتصاد فقير من غير رأس المال المادي، لكنه لن يكون هناك اقتصاد من غير رأس المال الطبيعي. بدون الطبيعة الإنسان غير موجود. فتعريف رأس المال الطبيعي natural capital هو مخزون الطبيعة من الموارد الطبيعية natural resources كالمياه والمعادن والنفط والغاز والأحياء البرية والحيوانية في البر والبحر. طبعا هو قصد فيها الأحياء البرية من النباتات عفوا. فالآن هذه صورة لمختبر، لكن من يعمل في المختبر هو رأس المال البشري. الإنسان يستخدم هذه المعدات حتى يجعل من إنتاج يعني عملية ناجعة وما شابه، فاستخدام العقل والمعرفة والعلم في هذا الإطار. الآن رأس المادي خطوط إنتاج، وطبعا ذكرت المطارات والشوارع والمستشفيات والجامعات، لكن أحببت أن أضع هذه الصورة. خطوط الإنتاج جزء من رأس المال المادي، هي جعلت الإنتاج أكثر كفاءة وسريع، لكن الإنسان يستطيع أن يعيش بدونها. هنا رأس المال الطبيعي، المياه والأرض والأشجار والنباتات التي فيها. فمن غير هذه من غير هذا الشكل من رأس المال، هذا رأس المال البشري لن يكون قادرا على القيام بأي وظيفة. فهذه 3 أشكال من رأس المال: رأس المال البشري (human capital)، رأس المال المادي (material capital)، رأس المال الطبيعي اللي هو (natural capital). رأس المال الطبيعي (natural capital) قد يكون من المفيد أن أقدم بين يدي طلبتي والمتابعين ما يسمى علميا، وأرجو الانتباه، ما يسمى علميا بمفهوم القيود الإيكولوجية (ecological constraints). ويقصد به بأن هناك قيوداً على الطبيعة، وأن الطبيعة المحيطة بالبشر جراء طبعاً سلوك الإنسان الإنتاجي والاستهلاكي، الطبيعة المحيطة بالبشر لم تعد قادرة على الاحتفاظ به أو إنتاج الموارد الطبيعية بالقدر الذي يستهلكه ويبدده البشر في أرجاء المعمورة. هناك تبديد واضح في الإنتاج والاستهلاك. دعنا نمثل ذلك بيانياً كما يأتي. الآن على المحور الأفقي اللي هو السنوات، على المحور العمودي هنا مصطلح غريب: عدد الكرات الأرضية. سيتوضح المعنى بعد قليل، لكن أرجو أن تذكروا عدد الكرات الأرضية number of earth number of globes المتوفر للبشر. سبحان الله. فعندي بدينا بالسنوات 1961، وهذا الآن هو منحنى الطلب على رأس المال الطبيعي. قلنا قبل شوي أن رأس المال الطبيعي هو الطبيعة وما بها من مياه ومعادن، مياه طبعا جوفية وسطحية، معادن، غاز، نفط، كل هذه الموارد الطبيعية والأشجار والنباتات والحيوانات
البرية والبحرية. فهذا الطلب عليها في سنة 1961 لنفرض أنه بدينا عند هذه النقطة الآن. الآن احتاج البشر في العام 1960 كل البشر كل يعني القاطنون على الكرة الأرضية يحتاج هؤلاء البشر إلى نصف قدرة الأرض على إنتاج وتزويدهم برأس المال الطبيعي. فكان حاجة البشر إلى كرات أرضية يساوي نصف كرة الأرض أو الكرة الأرضية الحالية الطبيعية. الآن مع تقدم الإنتاج طبعا انخفضت الحاجة ثم طبعا أو الطلب على رأس المال الطبيعي ثم أخذ بالصعود نتيجة لتطور تقنيات الإنتاج وزيادة السكان. فوصلنا إلى هذه الحالة هنا بأن الناس عند هذه السنة وسنبينها بعد قليل أنهم احتاجوا فقط إلى كرة الأرض الموجودة الحالية اللي هي الكرة واحدة. فهذه قدرة الأرض الإيكولوجية هنا 100% من قدرتها الآن البشر بيستهلكوه. فهذه هي الآن التوازن بين ما يستطيع ما تستطيع الكرة الأرضية أن تزودهم به من موارد طبيعية وطلب والطلب على الموارد الطبيعية. 1985 كان الحد الفاصل الزمني بين قدرة الأرض على أن تعطيهم ويكون هناك وفر في الموارد الطبيعية وبين استهلاك الموارد الطبيعية بشكل جائر غير مسبوق بتاريخ البشرية. ما يعني أنه الآن اتطورت الآن حاجتهم أصبح الآن نحتاج إلى كرة أرضية و20% من كرة أرضية أخرى إذا كان هناك. الآن زاد إلى كرة أرضية وأربعة أعشار كرة أرضية أخرى. سنة 2001 ننظر إلى الفجوة بين قدرة الأرض الطبيعية قدرة الأرض الإيكولوجية هون الطبيعية بتزويد البشر من رأس مال طبيعي والطلب على الموارد الطبيعية. فهذه هي الفجوة الخطيرة جدا التي تتسع باضطراد منذ 1985 إلى هذه اللحظة. طبعا هذه الدراسة قام بها كثير من علماء الاقتصاديات موارد البيئة منهم ماثيس واكر نيجل اللي سأذكر بعض دراسات المهمة فيما بعد يعني بعد قليل إن شاء الله. فانظروا إلى هذه الفجوة. الآن قدرة المسطحات الأرضية على دعم النمط الاستهلاكي للبشر. الآن كل بشر يقطنون على مساحة أرض معينة. نفرض بالأردن إحنا نفرض أنه عدد السكان 7 ملايين من الأنفس مساحتها على سبيل المثال يعني 89 أو 90 ألف كيلومتر مربع. فما هي المساحة من الأرض التي أحتاجها حتى أدعم وجود البشر حسب نمطهم الاستهلاكي الحالي لمدة سنة؟ هذا السؤال الذي يطرحه علماء اقتصاديات موارد البيئة وقد يكون من أخطر الأسئلة. أردد، ما هي مساحة المسطحات اللي نحتاج إليها خلال سنة كي نسد استهلاك الناس القاطنين على هذه المسطحات لمدة سنة؟ لمدة سنة. الذي قام بالدراسة اللي هو ماثيس واكر نيجل. فقام الباحث والعالم الجاد ماثيس واكر نيجل بالإجابة على السؤال من خلال بحث مضمن استغرقه سنوات عديدة، فوصل إلى النتائج المفجعة الآتية. الدولة هنا السكان، عدد السكان الدولة بالمليون، المساحة بالهكتار، الهكتار طبعا المساحة الآن ليس مساحة الدولة، المساحة المتاحة للفرد في الدولة، قدرة الآن المساحة المتوافرة على تزويد المطلوب، العجز أو الفارق. فلننظر العالم على المستوى العالمي في عندما انتهى من دراسه سنة 2001 كان على السكان الأرض يقدر ب 6 مليارات و148 مليون فاصل 1 من المليون من البشر. المساحة بالهكتار لكل فرد 2.2 بالعشرة. الهكتار أذكر بأنه 10 آلاف متر مربع، يعني بنحكي إحنا عن 22 ألف متر مربع. 22 ألف متر مربع. الآن ها قدرة المساحة المطلوبة، المساحة المطلوبة أن تزود البشر كانت 1.8 بالعشرة، هي 18 ألف متر مربع. معنى ذلك أنه على المستوى العالمي هناك عجز مقداره 4 آلاف متر مربع لكل فرد بالعالم على تزويده بما يحتاجه حسب النمط الإنتاجي والاستهلاكي الراهن. الآن الأرجنتين دولة عدد سكانها في تلك الأيام كان 37.5 مليون، المساحة بالهكتار لكل فرد 2.6 بالعشرة يعني 26 ألف متر مربع.
القدرة، قدرة الأرض في الأرجنتين على تزويد ما يحتاجه كانت قدرة 6.7، بمعنى آخر أن هناك فائض مقداره 4.2. طبعا اللون الأخضر اخترته للفائض والأحمر للعجز أو تقريبا يعني البني الفاتح. أستراليا على السكان تقريبا 20 مليون إلا شوي، المساحة المتوافرة أو المطلوبة لتزويد الفرد بما يحتاجه حسب النمط الإنتاجي والاستهلاك الراهن في تلك الأيام 7.7 ل 77 ألف متر مربع، لكن الموجود 19.2، معنى عندك فائض مقداره 11.5. البرازيل 174 مليون، المساحة التي يحتاجها الإنسان في البرازيل حتى يلبي طلباته الاستهلاكية حسب نمط الإنتاج والاستهلاك السائد في تلك الأيام، لكن في عندي فائض الآن أو عفوا في عندي قدرة على الأرض مقدارها 10.2، لكن الآن عندي فائض 8000 متر مربع، عفوا 80000 متر مربع زيادة. كندا تشبه البرازيل إلى حد ما لكن بالسكان أقل، لكن في عندي فائض مقداره 80000. طبعا الإنسان الكندي يستهلك أضعاف ما يستهلك البرازيلي. روسيا 145 مليون تقريبا على سكانها، نلاحظ بأن المساحة المطلوبة 4 لكن القدرة على التوفير 6.9، مع أن ذلك أن هناك فائض، نسيت أحط إشارة البوزيتيف والزائد الموجبة، وبأن هناك فائض مقداره 2.6. الهكتار أذكر 10000 متر مربع. الآن السويد آخر دولة بالدراسة اللي يعني طبعا اخترت الدول من بين دراسة واكر نيجل، أنه هناك على السكان تقريبا 9 ملايين، المساحة المطلوبة لكل فرد 70000 متر مربع، لكن المتوافر 98000 متر مربع، معنى ذلك أنه في عندي 27000 متر مربع فائض. أما الآن عندما ندخل بالكتل السكانية الكبيرة المخيفة، الصين تقريبا 1.3 مليار على سكانها، المساحة المطلوبة للفرد 15000 متر مربع، المتوافر 8000 متر مربع، ففي عندي عجز مقداره تقريبا 8000 متر مربع. انظر إلى الهند تقريبا، طبعا عجز، هناك عجز، عندي مصر عجز، عندي فرنسا عجز، عندي الولايات المتحدة عجز. التجميع المتوسط لكل هاي الكتل البشرية اللي عدد سكانها 4.147 مليار، عندي المساحة لكل فرد بالمتوسط 2.4 لكن المتوافر 1.9، لذلك عندي عجز 5000 متر مربع. طبعا أذكر الآن ما يقوله واكر نيجل، لو أن كل شخص في العالم يستهلك كمية مساوية لاستهلاك الفرد السويدي مثلا السويدي، لاحتاجت البشرية 4 أضعاف الكرة الأرضية الحالية حتى تلبي رغبتهم. طبعا أذكر هنا بأن هاي الكتلة البشرية الهائلة، الصين، الهند، مصر، فرنسا، الولايات المتحدة، تقي أكثر من 1/3 سكان البشر، سكان المعمورة عفوا. جشع الإنسان، سلوك البشر الواقعي، هنا أصحاب رأس المال الذين يراكمون الثروة، وهذا الإنسان الذي يتضور جوعا. فانظر إلى هذا الشخص يقف على هذه الكومة من هذه الأموال والثروات، ويشير إلى أنه طمعك يلحق الضرب الاقتصاد، في حين أنه يريد فقط أن يسد رمقه. أنظمة الاقتصاد والمجتمع والبيئة، دعنا نتأمل في هذه الصورة، صورة معبرة. هذه هي البيئة، هاي الشكل البيضوي، هذه هي البيئة. البيئة فيها عدة أنظمة، في نظام إيكولوجي، هنا أحياء برية وبحرية، طبعا الأسماك والحيتان والثيران والماعز والبقر، كله في أحياء برية وبحرية. عندي نظام اجتماعي بشر، هنا هذه كتلة بشرية، كتلة بشرية، كتلة بشرية، وهي أنظمة اقتصادية. الآن لاحظ الآن أن البيئة هي المحيطة بكل شيء، تحيط بالأنظمة الإيكولوجية، تحيط بالنظم الاجتماعية، وتحيط بالنظم الاقتصادية. تذكروا هذا لو سمحتم. الذي يصنعه البشر بالبيئة هو كما يأتي. الآن الاقتصاد هذه البيئة المحيطة، البيئة اللي هو البحر الأزرق هاي أو المساحة الزرقاء. الاقتصاد جاي في الوسط، هذا الزهري، اللون الزهري، والمجتمع هو اللون الأخضر. فعندي الآن الاقتصاد يعطي المجتمع إنتاجا،
لكن المجتمع برمي كثير من الآثار على البيئة، وبالتالي انحطاط، تلوث، إزعاج، انخفاض في كمية نوعية الموارد. انظروا إلى هذا المنظر الثاني اللي هو الآلة الاقتصادية. وعندي المجتمع الآن، عندي إنتاج واستهلاك، هذا ينتج وهذا يستهلك، فعندي إنتاج واستهلاك. الإنتاج والاستهلاك الآن يعود من المجتمع إلى البيئة على شكل تلوث ونفايات، آثار خارجية ترجع إلى المجتمع. موارد الآن من موارد من تأتي من البيئة تدخل إلى الآلة الاقتصادية، هاي بتعطي سلع للمجتمع، لكن المجتمع برمي بكل نفاياته وتلوثاته البيئية على البيئة. أنظمة الاقتصاد والمجتمع والبيئة، أشكال الأنظمة. لكن قبل الحديث عنها لابد من التذكير بأن من عادة الاقتصاديين، وأرجو أن أذكر بهذه الجملة طلبتي وأحبائي المتابعين، بأن من عادة الاقتصاديين التقليديين أن يستغرقوا بميكانيكا الآلة الاقتصادية التي تنتج السلع، ويتحدثون عن الإنتاج والاستهلاك كما لو كان هذان النشاطان دائمين، ولا يتأثرا بندرة الموارد، عفوا هنا خطأ طباعي، بندرة الموارد ونضوبها المتسارع. الموارد تنضب بتسارع غير معقول وغير مسبوق بتاريخ البشرية. هناك الآن من أشكال الأنظمة نظام مفتوح. النظام المفتوح برضو خطأ طباعي، النظام المفتوح اللي هو open system، ونظام مغلق ونظام معزول. عندي open system، closed system، وisolated system. سأوضح هذه الأنظمة تباعا. الآن انظر إلى، لو سمحتم، إلى ننظر إلى هذا الشكل. الآن عندي النظام المفتوح، النظام المغلق، والنظام المعزول. الآن النظام المفتوح تدخل إله الطاقة وموارد، النظام المغلق تدخل إله الطاقة بدون موارد، النظام المعزول لا طاقة ولا موارد. أرجو أذكر بالمفهوم، طبعا سنشرح إن شاء الله فيما بعد باستفاضة، لكن تذكروا بأن النظام المفتوح تدخل إله الطاقة والموارد. الآن النظام المغلق تدخل إله طاقة لكن بدون موارد، والنظام المعزول هو لا طاقة ولا موارد. لأن ننظر أن الاقتصاد جزء من النظام الأرضي. الاقتصاد هنا نظام مفتوح يسمح بدخول الموارد والطاقة، موارد وطاقة، لكن نظام الأرض مغلق يسمح بدخول الطاقة ولا يسمح بدخول الموارد. يعني إذا نضب النفط من أين سنأتي بنفط؟ إذا نضب الغاز من أين سنأتي بغاز؟ فتذكروا النظام الاقتصادي، نظام الإنتاج والاستهلاك الذي يتبناه البشر حاليا، اللي هو نظام مفتوح يسمح بدخول الموارد والطاقة، لكن نظام الأرض اللي جزء الاقتصاد جزء لا جزء من نظام الأرض، هو نظام مغلق يسمح بدخول الطاقة من الشمس طبعا وما بها، لكن لا يسمح بدخول الموارد. معنى الآن عندما نستنفذ أو تنضب الموارد فنفقدها. الكون بالنسبة إلى نظام معزول لا يسمح بدخول الموارد والطاقة، على الأقل حسب علمنا كبشر. نحن قدرة الدعم، التزويد أو الحمل أو التحميل أو الحمل، carrying capacity، هذه من أخطر المصطلحات التي على طالب الموارد والبيئة والمتابع أن يفهمها. من أخطر مفاهيم قدرة الدعم، التزويد أو الحمل أو التحمل، carrying capacity. الآن يسمي علماء اقتصاد البيئة والإيكولوجيا قدرة الأرض في هذا المجال، قدرة الأرض أو القدرة على التحميل أو الحمل، الكارين كاباسيتي، قديش بقدر أنا أحمل علي بشر، بقدر أدعم وجودهم. ليس بمعنى القدرة الجسدية، بل بمعنى القدرة على العطاء من الخيرات التي أودعها الله الباري فيها في الكرة الأرضية في الأرض. وقد قدر بعض العلماء أن استطاعة الأرض دعم وجود ما بين 2 مليار إلى 40 مليار، ويعود التباين بين هذا الرقم والرقم، لاحظوا 2 مليار إلى 40 مليار، طب أين 38 هنا؟ يعود التباين الكبير بين الرقمين إلى أنماط وأشكال الحياة ومستويات المعيشة التي يختارها الناس حسب التقديرات نفسها التي ذكرها وغرنيكل بأبحاثه، أنه بين 2 إلى 40 مليار. لاحظوا أنه الفرد الأمريكي بالمتوسط يستهلك 3 أضعاف حد الكفاف. يعني أنا بحاجة حتى أبقى على قيد الحياة، على سبيل المثال، هل قد هذا الكم من السعرات الحرارية، لكن عندما أستهلك 3 أضعافها معنى ذلك أن هناك تبديد ومن غير طائل.
طبعا سبستينبل من الغذاء، و250 ضعف حد الكفاءة من المياه النظيفة. ولو تخيلنا أن كل فرد في العالم يستهلك هذه الكميات من غذاء المياه، فإن قدرة الأرض على دعم البشر تتقلص، سوري على بعتذر عن هذا الخطأ الطباعي، تتقلص إلى 2 مليار منهم. وفي المقابل لو أن كل إنسان استهلك حاجته فقط من الغذاء والماء، لارتفعت قدرة الأرض التزويدية إلى دعم ما يقرب من 40 مليار من البشر. وعلى سبيل المثال، يستطيع نظام الإنتاج الأمريكي وبمساحة الأرض المتاحة له والموارد المتوافرة دعم ما يقرب من 1 مليار إنسان. الآن بأمريكا تقريبا 330 مليون، مع ذلك في عندي 670 مليون الآن تستطيع الولايات المتحدة أن تستوعبهم بدون ما حدا يقتل الثاني من أجل الطعام ولا من أجل أي شيء، لكن طمع الإنسان. وذلك بافتراض أن عدد السكان هو تقريبا 300 مليون نسمة وأنهم يعيشون على حد الكفاءة فقط. الآن هذا الشكل البياني، واللي هنا طبعا محور الأفق الزمن أو عدد السكان، الزمن على السكان، طبعا على السكان ازداد مع الزمن. المحور العمودي الاستهلاك، فلاحظوا الآن قدرة الأرض كانت هنا بتزود الناس، الناس بيزدادوا بالطراد عند هاي المرحلة هنا، بأن البشر يأخذون الموارد الطبيعية ما يحتاجون وكان هناك فائض. مع زيادة السكان أو تقدم الزمن وزيادة التبذير بالاستهلاك، قدرة تزويد الأرض أصبحت الآن تنخفض، ما يعني من أن هناك انخفاض قدرة التزويد أو الكارين كاباسيتي في عندي هنا جاب فيها. نظرية مالثوس، وهو آخر الأفكار التي تتحدث عنها، رأى مالثوس بأن كمية الغذاء المنتجة لن تكفي حجم السكان المتزايد، وقد تخيل بأن زيادة كمية الإنتاج فوق حد الكفاف من الغذاء تؤدي إلى دعم عدد أكبر من سكان الأرض، وهذا العدد بدوره يؤدي إلى انخفاض كمية الغذاء المتوافرة، ما يسبب انخفاضا في عدد السكان نتيجة للجوع. وقد ظن مالثوس بأن عدد السكان ينخفض، اللي هي التشيكت بسموها بلغة الديموغرافي، أنه يتعرض إلى كثير من المشاكل، هزات أرضية أو مجاعة أو قتال، فينخفض جراء المجاعات والحرمان ما لم يتناقص بواسطة وسائل وأجراءات من قبل الإنسان نفسه. هذه هي نظرية مالثوس. الآن عندي هنا محور الأفقي على الزمن، لكن الزمن يحتوي حروب، مجاعات، أمراض وهكذا. وإلى حجم السكان وإنتاج غذاء، بالنسبة حجم السكان يزداد حسب هذه الدالة، تتزايد بالطراد، لكن إنتاج الغذاء حسب هذه الدالة. هنا الزيادة فيها ثابت، لكن هنا الزيادة يتضاعف، هنا ثابت بكميات مضطردة عادية، يعني constant increase، لكن هون في عندي increasing increase، بمعنى هون المشتقة الأولى لهذه الدالة موجبة القيمة. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، وإن شاء الله المقطع الثالث اللي ندخل بنظرية اقتصاديات موارد البيئة بعمق أكثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.